انا من اسبوعين كنت يعني كنت مسافر نيويورك، وقبلها كنت في لبنان. دلوقتي كان عندي رحلة، خلصت الاجراءات تماما وطلعت الشنط وخدت البوردنج على عند الختم. الضابط مرر الباسبور في الجهاز فقال لي: استاذ جمال، في قرار بمنعك. قلت له: ليه؟ قال لي: ما عنديش تفاصيل. جه امين شرطه في لحظه، كلم تليفون، جه امين شرطه خدني عند ضابط جوه، قال لي: احنا جاي لنا قرار بمنعك من السفر. قلت له: اشوفه او ده قرار قضائي؟ قال لي: مفروض يكون قضائي، بس احنا ما عندناش تفاصيل. ولا شفت قرار، ولا انا عارف ان في قضيه، ولا اتحقق معايا، ولا جالس تدعى من نيابه او من غيره، ومش متفاجئ. ده المعتاد في الدول البوليسيه. ازاي حد يتخذ ضده اجراء وقبل ما يتحقق معاه؟ لو انا متهم في قضيه ولا اتحقق معايا ولا تم استدعائي، المنع من السفر او الحبس بيبقى بعد التحقيق. اجراء احترازي المربع نمره 2، ازاي يبدا بمربع نمره 2 وهو ما بداش بالمربع نمره 1؟ السبب من وجهه نظرنا انه حاجتين: الحقوقيين بقوا من اخر الاصوات اللي بتذكر يعني مدى التوحش اللي في الدوله البوليسيه اللي في مصر، وعدم احترام القانون والانتهاكات الواسعه. ده بالنسبه لنا كحقوقيين او مجموعه الحقوقيين اللي لسه شايفين انه لابد من الدفاع عن حقوق الانسان وعن سياده القانون.